بعد أحكام ماريا مسيطرة على الأكاديمية ولخبيرة التغذية مونيك باسيلا زعرور كان في مجموعة مطالب. بدكم تاخذوا طلعوا جيبوا الكتاب لأنه اليوم نهاركم نهاركم بالطبخ. إيه؟ أنا بدي إيه؟ عملتوا الباستا وأنا بدي أعملكم الديسير. أنا مش مبسوطة منك محمود أبداً أبداً. زي ما أنا صح؟ نو ديزرت هالجمعة، هيدا قصاصك وحياة الله، ولا حبعت لك ولا حلو ولا شيء. ماريا ما أخذت لك وزنك. بلا تعال. لا بلا. لا ماريا بشرفك. لا مش مقبول. بس مش معقول. يعني أكلي هو زيت. حبيبتي مش معقول 63 كنت منيحة. هلا معقولة كثير هالجمعة يكون اكسبسيون. هيدا اللي قلتيها امبارح. على 24 ساعة بس. على أساس بدك تطلبي منها تعملي لك بطاطا مقلية. لا مش بطاطا، بعت لنا بطاطا مقلية. بدنا تشيز كيك. يا عيني يا عيني على اللي نصحان. 2 كيلو مش لقلق 2 كيلو زايدة مش لقلق. شو طلبك؟ شو طلبك؟ مش لقلق. بطاطا مقلية وتشيز كيك هيدا طلبك؟ انا ما بدي بطاطا، انا بدي تشيز كيك. انا عندي ظروفي انت بتعرفي. بدك في ظروفي. انا بدك شوط دينه، انت بتحطي كوكو. لك انت بتعرفي لازم يكون الطلب تبعك. شو الطلب تبعك لو بدك تكوني مزبوط؟ انا اصلا ما عم بطلب لقلي، عم بطلب لقلهم. يا حنونه يا حنونه انت. رح نعمل شيء اسمه كرويات الشوكولا. اوكي هلا جبت لكم كادويات كمان صغار. كل شروط ماريا قابلة للتنفيذ لأنه مع اختصاصية التغذية مونيك باسيلا زعرور ما في لعب بالصحة. جيب لي مي إذا بتعمل معروف بكباية لنعمل كباية حليب. يلا لكن جمعة الجاي رح نعمل بايلا. اوكي رح نحضر فيلم عن حدا من المشاهير، واذا كنتوا شاطرين باخذكم ظهركم.